بالإعادة واضحة، صورة واضحة تماما. يشير يتسبب في ركلة جزاء لفريق شبيبة بيجاية، أو ليس زافور، والهدف الأول، والهدف الأول لفريق شبيبة بيجاية بواسطة توفيق زرارة، يسدد ويسجل ويفتتح باب التسجيل في هذه الدقيقة 68 لفريق شبيبة بيجاية. تركيز كبير بالنسبة للاعب زافور، وهو يعني يعرف الوضعيات هذوما بتجارب يعني بال